الو طونسيون، كيبان لي اللي بغى يتحمل في هذه الحلقه هو انا ماشي هو. الله يخرج هذه الحلقه على خير. فاصل ونواصل. مراد طاقم العمل كيتصلوا بالضيف وكيعلموه انه غادي يحضر معنا البرنامج توك شو سميتو 5 سنك على ام بي سي 5. برنامج فيه كيتلاقى الضيف مع جمهوره مباشره، ولكن الضيف اللي ما عرفش هو ان الجمهور دار ليد مع مراد، وحتى الضيفه الثانيه فاتي جمالي اللي غتكون متفقه مع مراد. المهم كلشي متفق باش يطلع لك طونسيون، واسمح لينا من دابا. مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من حلقات برنامج 5 5. برنامج 5 5 كيستضيف اليوم نجم النجوم، نجم عالمي، انه بطل العالم مصطفى الخصم. شكرا. نهار كبير هذا. كبير بك. كلشي بخير. الله يحفظك. صحة مزيان. الحمد لله. بعدا برك عواشرك بعدا. علينا وعليك. رمضان مبارك سعيد وإن شاء الله بالصحة والعافية. علينا وعليك. شنو الفرق ما بين الرياضة والسياسة؟ الرياضة نقية، السياسة موسخة. نعاود كوب عفاك، فاصل ونواصل. واش نبدل شي سؤال؟ نبدل سؤال؟ بديتي. نعم. لا ما عجبك شي سؤال؟ هذا ما بدينا كسولي السؤال الاول وانت بديتي لا عرفتي نقول لك علاش؟ حيت انا غنسولك سؤال خاصك تجاوبني ديريكت ما تطولش، وحنا بغينا نجيو نقشوا هذا لايت، سؤال جواب سؤال جواب ونكملوا. سي بون؟ مالي في الكوميساريه؟ لا واش ما كيتشجعش؟ لا ما كيتشجعش. لا انت عاد بديتي. انا حافظ غير الصوره ديالك قدام الجمهور باش تبان زوين ومزيان. كتبان انا زوين بلا ما تبين انت فين زوين؟ الله يهديك منين جاك الزين؟ علاش داير نضاضر؟ يلاه مخبي ورا نضاضر. حيت ديال شوف هادو حبيبي. لا نتهضر باقي نتهضر. لا لا ما كنشوف والو اللي بان نتهضر. دابا خلي الو وي الو نو وراه هو اللي ما بغاش يحيدهم اصاحبي. اش غندير لي انا؟ ما غنحيدهمش. حيد الله يرحم باك نتهضر. لا ما كاينش. ما بغاش يحيدهم. ولي بروجيكتور كيبانو اصاحبي، لي بروجيكتور كيبانو في نتهضر كلشي باين. راه كيبانو كاصاحبي نتهضر بروجيكتور. هاك نتهضر. دابا مزيان. دابا مزيان. دابا مزيان. كتشوفني مزيان. ايوا احسن ما نشوفكش. دابا خلينا نبداو بلا شي شوها ولا شي حاجه. انت عارف الاسئله ديالي كتكون شويه جريئه. لا ماشي سول اللي بغيتي غير بدا وما تبقاش تعاود تعاود تعاود. دابا طلعتي الدم. نعم والو بداو يلا. تصفيقات لسي مصطفى الخصم. سي بون عافاك غوتوش ماكياج بوغ سي الخصم عافاك. دابا اجي انت واش انت نورمال بدا صاحبي البرنامج ما بدينا غوتوش ماكياج كل مره غوتوش ماكياج ورا هذا كيعرق الواحد ماشي الهضره ديالو راه كت زيدي زيدي بزاف زيدي زيدي ماشي زيان زيدي 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 فهمك لا 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 شوف غتخرج من هذه الحلقه نجم شنو هو 3 2 1 اي علاش انت مغرور مغرور نعم. علاش مغرور مغرور لانك انت مغرور حاس براسك شي شويه لا حاس براسي نعم وكان هو اللي ما حاس براسي انا هو الدرويش كوب كوب عفا كوب فاصل ونواصل. لا انا ما كنسولكش سؤال عادي تقدر تجاوب عليه تقدر ما تجاوبش عليه. لا ما فهمتش السؤال ديالك ما فهمتش. انت هو عندي مكتوب هنا كتقدم راسك على انك عبقري ما كاينش بحاله. السؤال ديال والو صاحبي اهضر معنا شي حاجه مقاده ولا اذا انت ماشي عبقري. دابا هذا السؤال لا وهذا الجواب هذا اللي جاوبتي. لا ما عجبكش السؤال نحيدو. مراد عرفتي غدير. لا ما تقلق ما والو لا ماشي ما نتقلق. واخا واخا. انا غنعطيه اسئله سهله واخا. واش سهله وانا في المدرسه اهضر معايا اهضر معايا في شي حاجه مقاده واش بغيتي ندير بحال شي عمليه تجميل نجمل لا دابا كتقول لي واش انت غالي وداك اللي قلتي لي واش انا زعما حاس براسي السؤال هذا وانت جاي دير نظرك حلين ودير رجل على رجل مالك قاعد في الكوميساريه مالك ما درتش حيدوش لك رجل رجل واخا نعطيك سؤال سهل ماشي سهل عطيني سؤال مقاد دابا غير بدا البرنامج باش نعرفوا حنايا باش انا نعرف فوقاش يبدا البرنامج باش نبداو نسجلوا راه انا ملي لا ما تقولش ايه والله لا انا لا ما تقولش والله عليك طاف انا كنحترمك احترمني وانا احترمتك دابا انا شحال هادي محترمك قول لي انت شي سؤال نعطيه لك مازال ما بدا البرنامج لا مازال مازال نمشي بحالنا علاش واش ما عجبكش الحال؟ ماشي ما عجبنيش الحال لا انت واش انت غتوريني الاسئله اللي غنقول لك؟ لا اعطيني السؤال اللي بغيتي مي هضر معايا مقاد فهمتيه غير قاد سؤالات باش نقدر نتعامل معاك بلاتي نشوف نسولك على الرياضه نسولك شويه على الفن نسولك شي حاجه على حياتك الشخصيه ماشي مشكل لا ما تسولش حياتي الشخصيه عندي شي حاجه شخصيه يلا زيد
نهضروا على الزواج وداك الشيء. هضرت على الطلاق. 3-2-1 اي لا شويه تقدر تعجبك شويه طالع رجع لا غير بصح حيت كتبان شويه متعالي غير الا جات على خاطر يلا ماشي مشكل انا غير نحافظ على الصوره ديالك زعما ماشي انا حافظ راسي على الصوره ديالي 3-2-1 اي علاقتك بالفنانين والفنانات علاقتي زوينه معهم الا فاجاتك اليوم وقلت لك معايا الفنانه المتميزه فاتي جمالي نعاودو الدخله بليز نعم اسمح لي نعاودو الدخله نعاودو الدخله مراد عافاك وقيلا شي حاجه ما لا لا مالا مراد تعاود واخا واحد الدقيقه واحد الدقيقه تعاود الدخله مالا تعاود الدخله مصيبه مصيبه مراد كاع ما تسير هذيك خواتي جمالي ظريفه اللي تقول سميه ما قلتيش غادي انت جات ومشات ما فهمتش خليها مالك ما عجبتش الدخله خصها تبان مزيانه واو 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 شنو مالك شنو مالك انا السيد ما كنعرفوش زعمي هو راه هو جا هو الاول ديال راسي مصطفى الخصم هذاك راه بطل عالمي الا و قلتي لي انا الضيفه الاولى ديال الحلقه بحال دخلتي انت الاولى بحال لا صاحبي شوف قلتي لي حاجه ما تجيبنيش انا لحاجه اخرى وعادي لا انت دغيا سبي الله يرحمك هذاك في ودابا هذا مريض هو راه اللي جا باغي يضرب معاه سمحي لي هذاك راه بطل عالمي انا غادي نمشي في مراد يكون عندك برنامج مقاد وباش تحموا الطرح شعل العوا في مراد العشابي انسحبوا فاتي جمالي وداروا راسهم كيدويو وما فاهمينش وبالعاني خلينا الميكرو شاعل في البلاطو باش كلشي يتسمع وتزيد شعل عالمي انا غادي نمشي في مراد يكون عندك برنامج عافاك نعاودوا من الدخله راه ما واحد دروتوش مكياج دارتو نكملوا مصيبه كحل ما كاينش مصيبه بحالك لا ماشي معك سي مصطفى لا معايا انا مع راسي يلا كنسمعك 3-2-1 اي معايا ضيفه مفاجاه سي مصطفى معايا مفاجاه هذه الحلقه شكون هي هي هذيك والله الا مور هذا ما فهمتش هذا البرنامج ديال ماذا ما فهمت لا نجيب ضيفه ونكملوا ما قلتليش غبينا غتجيب ضيفه حيت البرنامج كيلعب على المفاجاه انوليها نحيدها شنو علاش تعاني ليها حيت هي اصلا ما بغاش تدوز ايوا بغاش تدوز تعاني ليها دوزها بالسيف ودابا انا دايز بالسيف دابا انا ما كنعرفش نمشي بحالي باسكو كت واخا وي 3-2-1 اي ضيفه هذه الحلقه هي الفنانه فاتي جمالي مرحبا بك تفضلي شكرا انت الضيفه المفاجاه ديال سي مصطفى الخصم بطبيعه الحال كتعرفي سي مصطفى بيان سور الله يودي فنان كبير ديالنا تبارك الله شيخه اه فنان انا فاصل ونواصل لا 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 ماشي سمعت لا ما تهضرش معايا بحال هكاك واصلا اون سكوني ميم با داكشي اللي قلت لك انا سينا ايوا صافي ان بو دغيس ايوا انت غير تقولي لي فنان انا فنان فنان في الميدان اللي كدير انا لا فنان ماشي فنان واش انا اوبليجي خاصني نعرفك شكون بيان سور مي غاتجينا غاتعرفيني شكون اشوف والله القسم انت خصك الترفيق بالله با اكزاكتومون عنده الحق فهمتي والله العظيم حيت الفكره ديال البرنامج هو المفاجاه المفاجاه تقول لي مع سلوكا انا اللي عندك لا 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 والله العظيم اش كتبوا عافاك شويه تسكت 3-2-1 اي نشوفوا راي الجمهور شكون اللي عندي شي سؤال سي مصطفى الخصم تمام تفضل اخويا كان عندي سؤال ولكن من بالي حاس براسو ما نسولش انا اش غدير الله يعاونك لا 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 حيت قلت الادب هادي ضبط الجمهور ديالك صح شوف شوف شو نكملوا مصطفى مصطفى اسي الله عنكم غطيح في المصيده باين اسي الله عنكم سي الخصم والله الا مريت اجي دابا اجي نقول لك اجي وقيلا مورا اجي بغيت نهضر معاك قرب لي قرب انا هضره صاحبي بغيت نهضروا شويه نهضروا شويه انا وياك نعم اخي اجي صافي اسمحني اجي ما عندي اخي نهضر معاك اصاحبي والله ماشي شو مالك جايبنا بغيت غير نهضر معاك ما غير قول لي شنو غير قول لي مالك خايف غير قول لي شنو يلا قول لي شنو اش قول لي غير لا غير قول لي شنو اخي انا ما فهمتش نعم لا ما تخافش اصاحبي غير اشرح لي غير اسمع اسمع واش جايبني انا
وهي يقرب لي اخي قرب لي يقرب لي غير قول لي يقرب لي غير قول لي شنو غير قول لي شنو ولا حيوان فاصل تبوك على واش هي حيوان الله يرحم باك سي مصطفى واحد دقيقه السي الزفت هذا وكيف ما ديما شعل العوافي كيشعل العافيه وكيقلب كيفاش يطفيها كان خاص فاتي جمالي تهدنو وترجعوا البلاطو مراد كيكوي وفاتي كتبخ وبيني وبينكم شكون يبقى معصب قدام فاتي كنعتذر كنعتذر لا بعين غنبداو هذا البرنامج نعم وغتكتهد الدراري ديالك ياك نعم اه وغنقصو ونهضروا من الاول لا ولكن هذوك ماشي دراري هذو راه بيبليك اجي اجي جلس لا ضبط ضبط امورك كمراد خلينا ندوزو هذه الحلقه بخير وعلى خير دابا اجي واش هذه واش هذه توك شو ولا شوف كدير الله دخلت عليك بالله نسولك واحد السؤال وما تقلقش علاش انت عايش على امجاد الماضي السمعه ديالك ماشي تلهيه وقتاش غتحبس من هذه المهزله اللي دير يعني في المجال الرياضي علاش انت متخلف رياضيا ومهنيا هاد الاسئله واش نقولهم ليك ولا ما نقولهمش ليك هذا ما بدينا ياك كوب عفاك كوب لا 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 كوب هذا مالك انت مريض مع كوبك ضيفنا حنايا في برنامجنا غادي يكون حاصل لا لا كاميرا كاشي كاميرا 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 كاشي يا صاحبي كاميرا كاشي كاميرا زفت اسم كاميرا كاشي الله لا مريض هذا ويلي ويلي ليش الكاميرا كاشي اش كتقول مصطفى الخصم بغينا غير نطلعوا لك الطونسيون واش يصلحنا انا سيدنا واش تمام سي مصطفى كان هذا مقلب بغينا نعبروا الطونسيون ديالك ودرجه التحمل ديالك كنتي معنا ظريف شكرا بزاف ماشي انا اللي درت لك هذا المقلب هذا الجمهور كله درت هذا المقلب ما في جمال انت راه معنا تحيه البطل العالم اسمه مصطفى الخصم كنحترموك وكنقدروك وانت على الراس والعين تحيه تقدير السيد مصطفى الخصم